ثورة كله يعني كله. شادي وجابي كوميدي شو بالتحكي والعان الجو. شادي وجابي كوميدي شو بالتحكي والعان الجو. لطشي عالرايح والجاي وكل مشهد فيه الحكاية. شادي وجابي كوميدي شو كلن يعني كلن ومرتي وحدي منن. مشاهدين أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة المميزة بوقت استثنائي ومميز مع ضيف استثنائي ومميز. هو ما منشوفه إلا على رأس السنة على التلفزيون، بس قرر أنه يعطينا هالانترفيو. هيدا من كرم أخلاقه. أهلا وسهلا بالأستاذ ميشيل. أهلا وسهلا فيك. بتشكرك جابي على هالمقدمة الحلوة وهالكلام الرائع اللي كرمتني فيه. نورتنا أستاذ ميشيل. شعرك مخربط بده تزبيط؟ تعرف يا جابي هلأ ما عم بسترجي روح عند الكوافير لأن في كورونا، وبدي أقول لكل اللي معهم كورونا يتلفنوا يتطمنوا عنا وما يزورونا. صحيح، من بعيد لبعيد. أستاذ ميشيل عن جد عن جد عن جد، كيف شعرت إنه المدارس بدها تسكر ومن دون أضراب؟ بصراحة يا جابي هيدي صارت معي ببداية العام الدراسي 2019-2020. إيه؟ كنت قاعد ببيت شباب بحارة التحتة. إيه؟ بلتفت هيك فوقي بتجيني خبرية من حارة الفوقة. عفواً، صورة من حارة الفوقة. إيه؟ فوق مدرسة الليسيه بتقول إنه المدارس بالألفين وعشرين راح يسكروا والسبب منه إضراب. هيك؟ ياه. طيب استاذ ميشيل، انت قلت انه يعني مستشفى دير الصليب رح تنتشر بكل لبنان ويصير عندها فروع، ولبنان رح يصير فيه اخوات اخوات اخوات. كيف شعت هالصوره وهي الحقيقه؟ هيك هيك اقصدنا تحديدا. قلت انه المرحله الجايه هي مرحله جنون. جنون جنون هي دير الصليب فاتح عده فروع بلبنان 100%. هيديها كيف شعتها وكيف عرفت؟ بصراحه هيدي شفتها ببداية صيف 2019. ايه؟ كنت موجود. وين؟ بيت شباب؟ حارة التحتة؟ لا لا. حارة الفوقة؟ ايه. عسناد؟ لا لا. بيت الرشوار؟ لا لا لا. نايتري؟ لا لا لا. الفريكي؟ كان عندي مشوار على جل الديب. جل الديب؟ ايه. انا موجود بجل الديب. اوكي. بلتفت فوقي. صوب بقناية. دير الصليب. نعم. بتجيني خبرية من دير الصليب. خبرية؟ ايه. بتجيني صورة عفوا من دير الصليب. اوكي. بشوف إنه المرحلة الجاية بلبنان هي مرحلة جنون، ودير الصليب فاتح فروعها بعدة مناطق بلبنان. يا الله. طيب أستاذ ميشيل، أستاذ ميشيل، أنت حكيت إنه عن الكورونا وعن هالجرثومة وهالفيروس اللي بده يضرب، كيف عرفت؟ بس قلي كيف شعتها؟ هيدي بصراحة صارت معي. إيه؟ بأول تشرين الأول 2019. ها. أنا موجود ببيت شباب. بيت شباب ولا بجل الديب؟ بيت شباب. إنها؟ بالحارة التحتة. حارة التحتة؟ حارة التحتة. إيه. بلتفت هيك تجيني خبرية من حارة الفوقة. خبرية من حارة الفوقة. عفوا. تجيني صورة. صورة. من حارة الفوقة. أوكي. من مستشفى بيت شباب. بشوف الكورونا جاي على لبنان وعلى المنطقة وبالعالم أجمع. استاذ ميشيل، طب بالنسبه للبنوكي في اسالك سؤال عن البنوكي؟ تفضل. استاذ ميشيل، حضرتك عندك مصاري بقلب البنوكي؟ طبعا. لبناني او دولار؟ عندي هيك وهيك وهيك. ما شاء الله. طب وما اشعت انه بدهم يكمشوا لك مصرياتك البنوكي؟ صراحه الفايده كانت عاليه. ايه. انا انغريت. بعش خليتك تقشع مثل ما نغار كتير من الناس. مش حدا يقشع. لا بصراحة يمكن أنا بقشع على غيري وما بقشع على حالي. بس بدك الحقيقة. إيه؟ تكلت على إلهام مايك فغيلي وليلى عبد اللطيف. فوتوني بالحيط. أوه.
هيدا اللي بيتكل على النجمين هيك بيصير فيه. لك يا شادي ولا خيي ولك شو عم بصير بهالدنيا؟ شو هالضربات كلها بفرض مرة نزلت؟ الله ينجينا من الأعظم. أمين يا رب. المثل بيقول المصائب لا تأتي فرادة. شو يعني؟ يعني بالإنجليزي it never rains but it pours. لا شو يعني؟ يعني الله ينجينا يا جابي، الله ينجينا. شو عم تحكي؟ أي والله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بس يا خي حق الحالة إنه هيدا الكورونا وكذا، بيني وبينك إنه يعني شو مكتب لك بده يصير معك أو لك هيك؟ في قدر يعني كمان، في قدر الواحد. أكثر صعب بالكورونا بالغير كورونا شو بعرفني. بعدين يا خي بس يخلق الإنسان يبقى قدر واضح وين رايح. بيقولوا هيك انه المكتوب ما في منه هروب. ما فيش منه مهروب. انا عندي تجربه فيها هيدي. انا والله يمكن انت ما بتامن فيها، ما بعرف. نص على نص. لك شو نص على نص؟ انا عندي تجربه باكد لك انه 100% مزبوط. والله قدرك بالاول طريق التعريف. طب شو هي التجربه؟ شو هي التجربه؟ انا لما خلقت اجت جارتنا لعند امي لتهنيها بالسلامه، قالت لها سميه جابي بيطلع حظه حلو بالحياه، وقال بدها تدعي لي دعوة. شو دعيت لي يا معلم؟ شو؟ قلت له إن شاء الله بس يكبر يلعب بالمصاري لعب، وهيك صار. وعشو بتضلك تنق يا زلمة؟ بتضلك تنق 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 مصاري ومصاري ومصاري وما في مصاري. يا خي هي دعيت لي إنه إن شاء الله بس يكبر يلعب بالمصاري لعب. أنا بشتغل موظف بنك على الكونتوار، عم بلعب فيهم لعب. هي كان لازم تقول إن شاء الله بس يكبر يلعب بمصرياته لعب. هالفرق البسيط قدري يعني ركب هيك تلعب فيهم اللعب. لا بلعب فيهم مش عبرد. لا 12 ونص مش انا ساعه بسكر الصندوق عندكم على الوحده. على الوحده صحه ابو الجاب. فرج ان شاء الله جيتك رزقه حبيبي. القلب حبيبي ابو شاد حبيبي. بلاسيو جابي ايه ظهرهم ريلاكس سلامتك بلاسيو سلامة قلبك ظهرهم ارتاح حياتك ما صفى الربيع الزهر طولان وهيك تبع حالك ايه ظهرهم شوي معلم ريت تعطينا معلق اذا خلطنا بس انه ضروري لأمك يا رب تنجينا. ايه هلا نحن في تأني السلامة. ايه انه ثلاثتنا ما بينا شيء وعملنا التاست نيجاتيف بس انه ما بتعرفي حبيبتي ما بتعرفي انه بتجيك المصيبة. سلام كيفك؟ كيفكم؟ ان شاء الله منيح حبيبي تمام. الاحتياط واجب يا خيل الله. ايه اكيد. شو عم تعمل جابي؟ طلعت قوية. كورونا انا عندي حساسية على الزهر الربيع. لك على الزهر على الصوبر على لك وين لحظة يا خيي شو في مين قلت لك لحظة ولك عندي حساسية على الزهر ولك على الربيع يا ما بديش فيه. للمساكين للمفلسين. وقف عندك مد يدك طالع فلوسك طالع ضميرك الله يوفقك ويخليك لمك يبعد عنك الناحس والملحوس والفالس والفلي. يا عمي ما في شغل شو بدي اعطيكي يعني ما نحن كمان عايزين. ما بدك تنطيني؟ لا ما بدي اعطيكي ان شاء الله ما ينطيني يوقع بالارض والله لا يقيمه يجيه الكورونا بنص ضلع. يا عمي طولي بالك دخيل اجريك تفضلي مد يدك يا نوس حط الفلوس حتى ما يلقط البروس. شكرا روح الله معك الله يوفقك من كل الابواب وتصير بمجلس النواب. شكرا مد يدك طالع فلوسك. وقفي عندك شوفي انطيني مد يدك طالع فلوسك طالع ضميرك ان شاء الله اذا ما تنطيني يا اختي ما معي شوفي يروح صوتك ويصير مبحوح وتاني يوم شوفك بالحجر الصحي. لا ليه دخيلك اذا حجر صحي خذها من عبه يا اختي مرضية. والله صحي دوم صارتك كمان لبقلك احسن ما يلقط الفلوس. الله يكتر لك الفلوس وتاني يوم نشوفك عروس. ورن الهاتف
هذا نجيب السحارين شحير ابو سحور. الو هلا سعادة النجيب. هلا 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 هلا. ياني بالمكان المعلوم، مكان اللي استعمله على طول. ها بتعميم جديد للشحادين؟ والله نحن بأمر النقابة يا سعادة النقيب، بأمر النقابة. يلا إن شاء الله هذا اليوم استرزقنا واليوم الثاني يكون أحسن إن شاء الله. يا رب يا رب الله يبعث الرزق. الله يوفق الحلوين والرزاقين، مد يدكم للمساكين، مد يدكم. وقف 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 وقف، خليك بعد على بعد متر. مد يدك طالع فلوسك طالع ضميرك. الله يوفقك ويخلي لك الحلوة اللي جنبك، وان شاء الله الله يزينكم ويوفقكم. مد يدك طالع. لك عمي انت ليه ما بتروحي تشتغلي؟ ليه بتضلك قديها شحيده؟ ليه ما بتروحي تشتغلي؟ انا بقدر اشتغل ما بقدر اشتغل. مد يدك. ما راح اعطيكي. ما بدك تنطيني؟ ان شاء الله ربي عليك يعلق ومن بكره تطلق. اعطيها اعطيها. طولي طولي بالك، روقي روقي. خذي خذي يا عمي خذي. لك اعطيها اكثر. شو كاش؟ ما اقبل كاش. شو تعليمات جديده من النقابه؟ ما امد يدي ولا اطالع كاش ابدا ابدا. والله ايه. طب بدي كاش، ما راح اعطيك شيء. والله ما اقبل كاش. مد يدك طالع كرتك. الله يوفقك ويحطك. والله وقحها يا عمي. وشحد ومشارك. وحط الكود. الله يوفقك. والله ما راح اعطيك. هذه تعليمات جديده من النقابه وانا ما اقبل. ما راح اعطيك حبيبي. ما راح اعطيك كاش. ما تقبل. ما بدك تنطي؟ ادعي دعوه جديده. لا 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 لا. دخيلك بلا دعوه. اعطيها اعطيها. روقي 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 دخيلك. روقي روقي. اعطيها اكثر مما كان بدك تعطيها كاش. راح اعطيك 10000. اوكي حط الكود لا تنصب علي. يلا زين. الله يوفقك ويخليك ويطول عمرك وان شاء الله ينطيه تعيش وقبل الممات يضيكم صبيان وبنات. الله يوفقكم. هذه رزقه استفتاحه جديده بالمكنه. والله انت مكنه حلوه وزينه. الله يخلي لنا النقابه. بكرة بدي اشتري 100 دولار من عند الصرافين ومش عم ببيعوني. بيقولوا لي سعر المصرف لبنان عامل سعر والسوق سعر والبنوك سعر. لك خواتوني ما يعطوني. هلا كل هالبرمي انا كنت عم دبش. بدي اشتري 100 دولار عايزها وراح جن مش عم بقدر. لحياتي ليه ما بتقول لي بدك صراف؟ لحياتي شو انت بتعرفي صراف؟ لك اكيد. شو عم تحكي؟ قد بتريد استاذ جابي؟ بدي 100 دولار. 100 دولار؟ قد ايه بتحسب لي؟ تكرم عينك. انا سعر وحياتك استاذ جابي. قد ايه؟ 2005. لا شو قلنا؟ قلنا لا يبقى لا بدي مين بيع اكثر. لا 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 يا حبيبتي انت. انا يا قلبي بلاكي. شو فيي؟ ما فيك تعمل شيء يا حياتي. يا حياتي انا ما في اعيش بلاكي حبيبي. انا انت حبيبة قلبي. غرديات يا وروطيري يا فراشي. ايه ايويها. مثل ما بتمشي يا دولة الرئيس اني وراك ماشي. ايه ايويها. انت بدنا نشوفك شخصي وما نضل هاك نشوفك على الشاشي. يا معتا بدنا نتوقع كلنا مشان الكرورة. الله يخلي لي اياك ويطول عمرك يا دولة الرئيس. والله اني هاك بس شوفك قلبي بينشق من جوا وبحبك من كل قلبي. هلا مبسوطه فيك على بس اذا بشوفك شخصي بكون احسن بكتير. ده بدنا نتوقع كلنا مشان العدوى يا بعتا. لكن قيوله علاج وقيوله لقاح. إيه ان شاء الله مثل ما بتريد انت. نحن بنعمل يعني انا يا دولة الرئيس بدي اسالك كم سؤال. ما تواخذني بالكلمه يعني عم تقل علي. ده لا تفضلي عم شو بتفضلي. في عندي هاك سؤال عن شغلي. لك عن شو دخلك وين؟ خليك بالبيت. خليك بالبيت. انت خليك ساكت ولا كلمي يا عمي. انا شو حكيت؟ ما ساكت انا اللي بحكي مو انت.
لك يا دولة الرئاس. نعم. هذا اللي عم يقولوها على التلفزيون تخليكم بالبيت وخلاك بالبيت وخلي. يعني الآن بدنا نضل بالبيت. لكنه لقيوله علاج ولقيوله لقاح. ايه اه الحمد لله يعني طمنتنا عرفت كيف خلاك بالبيت انت ولا كلمه وبطلع على بره. انا مش عم بطلع من البيت. ايه يا دولة الرئاس بعد بدي اسالك سؤال ثاني. تفضلي. بدي عن شو بدنا نسال؟ عن الكورونا. عن الكورونا. عن الكورونا. كورونا انت خلاك ساكت. انا اللي بسالك يا عمي. ليه عم تخلي حدا بالله يحكي يحكي يا عمي؟ يا دولة الرئاس بدي اسالك عن هذا المرض شو اسمه الكورونا هذا. يعني بصراحه نحن خايفين كثير. شو بدنا نعمل؟ صارت معنا شغله. شو بدنا نعمل؟ بدنا نتبع على صحتنا يا معتا. لكنه يقولوا علاج ويقولوا لقاح. يعني نحنا صارت معنا شغلة بدي خبرك عليها. تفضلي. جارنا ابو يوسف جاي مقابلنا بالكوريدور وطرقنا عطسة من كعب الداست. وشو عطسة؟ يا ويلي يا ويلي. انا حسيت عليه رحت موطاي ماشي وراي بوعطى عشت بوجبو عطى. شو بنعمل اوليك؟ لزم له حجر صحي ابو عطا. حجر صحي؟ ايه ما انا سمعته حجر صحي من كعب الداست. لك حجر صحي. حجر صحي يعني لازم ينعزل عن الناس. يا دولة الرئيس بس اسبقته حجر صحي مع امديتول وسميرتو وجافيل 12 قط بسم الله لك حي مبين لهون. ولك يا ام عطا لازم ما يشوفش عالم. بدنا نعزله عن العالم. لكن راح اجيب له حجر بطون عقمه وقعده علوي. ولك مش لازم يشوف ناس. مش لازم يشوف ناس. بدي اعزله عن العالم. لا خلص بدي اعزله بالمرة عن العالم. بس قبل ما اعزله بدي اسألك هالسؤال. عن شو بدنا نسأله؟ امتين بده يروحوا على المدارس؟ امتين بده يرجعوا يفتحوا المدارس؟ خلاك ساكت انت. انا اللي بسألوه يا عمي. ليش انا بالله عم بحكي؟ انت عم تخلي حدا يحكي. تفضل احكي. يا دولة الرئيس بدي اسألك امتى بدها تخلص قطة هالمدارس؟ يا معتا المدارس مهمة بس هلا اهم هي حياة الناس. يا عمري بس يعني نحن اللي قالوا الغوط تجمعات بالمدارس بس صارت التجمعات عنا بالبيت. ما عندي ولادي عطوا عطرس وعطعطوا عطعوطة وكل قرايبه راحوا. ما لقيت لك إلا فان معبى ولاد ووصل لقدام هالباب صار يزمير. قلت له ما إنه تلفن لي ابني عطا اللي بعتنالك الولاد لحتى ما يصيبهم كورونا بعد 3-4 أيام. شو بدي خبرك قد ما عذبونا. تلفنت لأولادي قلت له تعالوا خذوا الأولاد وجيبوا لنا الكورونا وما بدنا شيء. بديش وصيك يا معتا صبحيات النسوان والقهوة أونلاين. ما عملنا جروب هلا أنا والنسوان كله نسوي عم نشرب القهوة على الجروب أونلاين. ويخلي لنا إياك يا دولة الرئيس والله يطول عمرك ويوفقك ومثل ما بترايد نحن بنمشي. ويها يا دولة الرئيس يا أغلى الحبيب. ويها والله يبعث لك الرزق من كل البويه. ويها ان شاء الله كل العالم بتنصاب بس ما يسيبك شيء انت وهالنويب. شكرا. يخلي لي اياك يا ضوي العيله تقبرني ان شاء الله. سادي افتح الباب. شو حياتي؟ افتح الباب. اهلا رارو. لا 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 ما تسلم ما تسلم. كورونا يا اخي. حبيبي الاحتياط واجب. خلينا تبي على صحتك رارو. لا بخي بركي انا اكون من شيء. هاي رارو كيف انا بعيدنا بعيد. اخبرني جمالك. انا طلعت مرك حبيبي. حبيبي برور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. ميرسي اهلا وسهلا فيكم. سؤال فاتح والله جاي اطمن عنكم خير. انا بتعرفوا قد ايه بحبكم وانتوا حبيبات قلبي. حبيبي بدي اشوف كيف عم تمروا حيلكم بليين يا خي. غيب البيت ما عم نسترجي نظهر مطرح. انتوا خير ما عملتوا جيتوا على الجبل انه خي يعني حتى نتفي تنعزلوا شوي عن الناس. يعني بتعرف رورو نحن مش عم نستقبل حدا بس انت معزتك عنا غير معزة. يعني انا جاي خصوصي بس بهذا الموضوع تطمن عنكم واسألكم عم تشربوا ينسون؟ يعني صراحة نحن عرفنا انه كتير مفيد وهيك بس انه انا برمت السوق مش عم لاقي. شفت كيف؟ انا وكيل اليانسون بالشرق الاوسط. انت وكيل اليانسون؟ انا وكيل اليانسون بالشرق الاوسط كله. كيف جبت الوكالة؟ شو؟ ما انا جبتها. شيف ما تسألنا كيف؟
انا بيسالوني كيف يا زلمه نحن برمنا السوق طلع صاحبنا هو الوكيل ولو واذا بدك معي يوم السياره كمان معي السياره شو ايه حلق معك كيلو 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 تمشوا حالكم كيلو يلا بس يلا مش كتار كيلو تو ما بدهم يروحوا يعني بس نوعيه منيحه رورو هلا عشان بتنق برمنا السوق ما لقينا يا لو ايه بس ده سعره مساء انا ده سعره لك هلا بنشوف المهم نحن عم نمشي حالنا يعني كورونا يعني شو هذا لك ما اسف ينسون فكنا انت لك معلم ايه ب 20000 ليره 20000 ايه هو عم يبيع ب 23 يعني انا بربح فيه 750 حرام هيدا كل 750 ليره يعني جايبون على البيت يعني نص الباب مش حق الدليفري بس غالي شوي 20000 لا يا عم 23 عم يبيع تفضل تفضل شرف مدي فيي مدي فيي بس خلونا هوب نوعية نوعية منيحة ايه رورا اهم نوعية بالعالم شو بحكي والله بس صحتهم بتشق القلب هيدا سؤال هيدا ينسون خشن؟ هيدا ينسون خشن ايه رورو؟ ليش هالقد الحبة كبيرة؟ لا لا ما فيش ينسون خشن لرورو؟ شو غير؟ شو هيدا يا خيي؟ النوع قنبز هيدا انبوز؟ انبوز مكتوب انبوز ايه؟ حدا قال لك عنا عصافير يعني وين ينسون؟ انتو انتو عصافير الحب وشو بدنا بالانبوز يا حبيبي؟ لا خيي لحظة طول بالك ما مقطوع الينسون ايه هودي انتو عندكم بالجبل هون ايه هودي انبوز بتزرعهم بكون شو قروا قانون زراعه الحشيشي بكون خلصوه بالمجلس النواب حلو شو بتعمل بترجع بتحوشون ايوه وبتشتري ينسون قد ما بدك هي شو بعد بيفيدنا الينسون نحن بعد شهرين بكون انقضى على الفيروس وبنكون متنا يمكن اصلا ولك دعان منيح ولك دعان منيح جيب ال 20000 ليره ما بعطيك ال 20000 ليره ولا يمكن بعدهم خلص رورو رد ال 20000 ليره لا تدفع لا ترد ولا لا رد ال 20000 اللي بدك تعميك الانبوز كلو فل فل سكن سكن فل فل وما بدي ال 20000 ليره روح ما بعت شيء حبيبي عيونه سي سي ريتا بدي عزلك بتزبطي الملف الثاني عم المعروف اوكي مدير ودقي على شركه تاكسي بركي بنبعت الغرض على الكولا ما هلا بشوف اذا عندهم حدا ايه. ومدير في حدا برا قال بعته صديقك زياد ايه بده يقدم على شغل مزبوط بفتكر هيك ناطرك برا بقول له يفوت ايه خليه يفوت عم المعروف اوكي يلا مسيو بونجور مدير ايه اهلا اهلا يعطيك العافيه اهلا فيك سلم عليك استاذ زياد يا هلا يا هلا بعدني لعندك اهلا وسهلا داعي جوني الهبلوني ايه يا هلا يا هلا اهلا جوني إيه يمكن قال لك انه بخصوص انه اذا في انا تلاقي لي شغل عندك اي شيء اي مسيو جوني شو اختصاصك انت انا ما عندي اختصاص بس انا فتح يعني و يعني شو بدك بعمل يعني انا بدك ايه بعمله والله ايه بدك ايه بدك بيشتغل بالمكتب برات المكتب بتوديني مطرح شو بدك بعمل هلا بيني وبينك ايه من ورا هالاحداث اللي عم بتصير ايه؟ اكثر شيء اونلاين نحن عم نشتغل ايه لا انا ما بتفرق معي ايه؟ انا ما بتفرق معي انا ماشي خي خلص بتكل على الله وبمشي ما بتفرق معي طيب بدي عزبك بدي ايه؟ بدي اياك توصل لي هذا الغرض عم المعروف غرض ايه, ايه؟, ايه؟ هيدا ايه ملف نعم لوين بدك وديه على الطريق حيلا السياره على الكولا عمول معروف وصل لي لهونيك اوكي والعنوان موجود هون بدك تشوف تاكسي على الكولا ايه وال هون موجوده ايه هيدا تكرم عينك تكرم عينك طياره اعتبرها ايه يلا تكل على الله ايه بعد ما وصل لعندك غريب ما بعته انا من المفروض ما ياخذ اكثر من 10 دقائق يصلوا نص ساعه ثلاث ربع ساعه اسمه جوني ما لا برجع بحكيك لك شو يا جوني وين صرت يا استاذ شو ما تزعل مني بس عم بتضحك العالم علي ولو ليه يا جوني شو بصلي انا نص ساعه ايه؟ على الطريق وينك وعم فتش على تاكسي على الكولا ايه ما لقيت ليه ما لقيت؟ لأنه في تاكسيات بيمشوا على البنزين وتاكسيات بيمشوا على المزود بس ما في تاكسي بتمشي على الكولا قلت لي شو اسمك انت؟ جوني الهبلوني جوني الهبلوني؟ خلص بقى ايش بدي هالمصلحة كلها ولك مش انت جوني الهبلوني ايه زياد الهبلوني اللي عرفني عليك وانت؟
يعطيك العافية. مش هبلوني ولا شو ايه؟ سيارة على الكولا؟ ايه تسترك ستر. اخي تعذبوا العالم انتو بس مش عارفين كيف بدكم تعذبوا. فيلم العيز فيلم. اهلا وسهلا بالاستاذ ميشيل. اهلا وسهلا فيك. بتشكرك جابي على هالمقدمة الطويلة اللي بتشبه منخورك الطويل. استاذ ميشيل شعرك بده تزبيط. تعرف يا جابي ما عم بسترجي هلا روح عند الكوافير لان في كورونا، وبدي اقول لكل اللي معهم كورونا يتلفنوا يطمنوا عنا وما يزورونا. طب لا 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 خرجك خرجك. هيدا اللي بيتكل على النجمين هيك بيصير فيه. كابي بدي اسالك سؤال. سالني استاذ ميشيل. انت معك شهادة اعلامي يا اما صحافي؟ لهي ولهي. لهي ولهي؟ لا. شو معك؟ هذا من فضل ربي. بتشكرك على المقابلة السخيفة مثلك. ميرسي استاذ. شادي افتح الباب. شو حياتي؟ عم لك افتح الباب. افتح انت ولو. قوم الهز. الله اهلا بالرور. لا مش يصح. لا 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 شادي وجابي كوميدي شو بدي احكي والعاني الجو لطشي على الرايح والجاي وكل مشهد فيه له حكايه شادي وجابي.